بورتري. حكاية وجه. غوار، شخصية حبوها الصغار قبل الكبار، رافقتن عبر التلفزيون والسينما وبقيت بذاكرة كتار رغم تخلي صاحبها عنا بأحد مراحل مشواره الفني. رافقونا برحلة إلى عالم دوريد لحام بهالحلقة من بورتري عبر صوت لبنان. ما عاجبك برزان؟ خد نصيحة عمك يلي شايل همك، خد نصيحة عمك يلي شايل همك، جعلك دكان وبيع فيها خضار، غوار يا غوار في يوم إلى الدار. في العاصمة السورية دمشق ولد دوريد لحام عام 1934. عاش وسط أسرة متواضعة اقتصاديا، أما علاقته مع الفنون فكانت متينة من أيام الدراسة، حيث شارك بأعمال مسرحية مدرسية عديدة، وخلال المرحلة الثانوية كان عازف على آلة الكلارينات بفرقة المدرسة. مواهبه الفنية لم ينمها بالدراسة الجامعية، فقد اختار التوجه العلمي وتخرج من جامعة دمشق مجازا في الكيمياء وحاملا أيضا دبلوم في التربية، وعمل في الجامعة كأستاذ محاضر. ولكنه خلال هالمرحلة كان يتقرب من الجسم الفني، خاصة وأنه كان يعطي دروس في الرقص. ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايين يا مو. تسع شهور وانت حاملتيني، بعدها تعبت كتير تعذبتيني، وعذبتك كتير لتربيني، وضاعت الترباية فيني يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايين يا مو. ياما بردتي ياما لتدفيني، وياما جعتي ياما لتطعميني، وكم جوز جرابات رقعتيني، وكل هالشي ما بين فيني يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايين يا مو. ما عملت يا مو ما بكافيكي، وربي وحد القادر يكافيكي، ارضي علي من قلبك وسامحيني، ربي طول عمرك ويخليكي يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنايين يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو
مطلع ستينات القرن الماضي كان التلفزيون السوري بدأ ببث برامجه، وأخذ يستدعي المواهب الفنية في البلاد للاستفادة منها بتقديم البرامج والمنوعات. وكان المخرج صباح قباني يعلم جيدا أن للأستاذ الجامعي دوريد لحام مواهب فنية، فاستدعاه وأوكل إليه تقديم حلقات تلفزيونية بعنوان سهرة دمشق مع الفنان نهاد قلعي. فشكلوا الزميلين لحام وقلعي ديو تمثيلي، ابتدأت أعماله أنذاك، واستمر يقدم أعمال فنية غزت العالم العربي حتى اعتزال نهاد قلعي عام 1976 بسبب المرض. بعد فترة قصيرة من هالانطلاقة التلفزيونية، رسم دوريد لحام الشخصية الكوميدية اللي سترافقه لسنوات طويلة خلال مشواره الفني غوار الطوشي المستمد من واقع الحياة، واللي منعرفكن عليها أكتر بعد هالمحطة الغنائية. اسمع مني يا سيدي وبعد تعبس لي ايدي، اسمع مني يا سيدي وبعد تعبس لي ايدي، شو رايك نعمل حفله 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 من موضه جديده، شو رايك نعمل حفله 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 من موضه جديده، اسمع مني يا سيدي اسمع مني يا سيدي، نعمل حفله فولكلور بيتبط مخول ومنصور، نعمل حفله فولكلور بيتبط مخول ومنصور، ابو صيح يحمل بعنصور ضل غطه من حميده، ابو صيح يحمل بعنصور ضل غطه من حميده، اسمع مني يا سيدي اسمع مني يا سيدي. اوف 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 اوف، قصت مع زاي وناطور ناطور ناطور، وحكاية ضيعة وتنور تنور يا يابا، وكل واحد بيغني دوره الرادي وقصيدي، وكل واحد بيغني دور الرادي وقصيدي. بيتنا ألوان جديدة جاي من بلاد بعيدة، بيتنا ألوان جديدة جاي من بلاد بعيدة، بدنا حفلة فيها شركوا أسعد يعبد سعيدة، بدنا حفلة فيها شركوا أسعد يعبد سعيدة. اسمع مني يا سيدي اسمع مني يا سيدي، حفلنا سوسو جانو ونعيمي صفينا نو، حفلنا سوسو جانو ونعيمي صفينا نو، فريد يلبس فستانه وينادولو فريدة، وفريد يلبس فستانه وينادولو فريدة. اسمع مني يا سيدي اسمع مني يا سيدي، مني شرط وميني جوب ومنك لبادي وشروال، تنشوف مين منا بيجيب سهيرة ومين الرجال. كان دوريد لحام على معرفة بأحد الأشخاص ويدعى غوار، فأعجب هالاسم دوريد وزاد عليه الطوشي، وصار غوار الطوشي رمز للمواطن السوري البسيط الذي يكافح من أجل لقمة عيشه ويتناول مشاكل حياتية يومية بأسلوب طريف ولكن ساخر. وصار غوار بطل مسلسلات وأفلام ومسرحيات، البعض منها ألف وأخرج دوريد لحام نفسه، والبعض الآخر تعاون مع آخرين وأوكل إليهم التأليف والإخراج. فكانت مسلسلات الإجازة السعيدة عام 1960 مع نهاد قلعي، مقالب غوار عام 1966 مع نهاد قلعي ورفيق سبيعي، حمام الهنا عام 1968 مع نهاد قلعي ورفيق سبيعي، صح النوم بجزئين العام 1971 و 1972 مع نهاد قلعي، ناجي جبر، نجاح حفيظ، ياسين بقوش، عبد اللطيف فتحي وصباح الجزائري، ملح وسكر عام 1972 مع نهاد قلعي، ناجي جبر وياسين بقوش، وين الغلط عام 1980 مع ناجي جبر، ياسين بقوش، سامية الجزائري وعمر حجو، وادي المسك عام 1982 مع ناجي جبر، رفيق سبيعي، منى واصف وعمر حجو، عودة غوار عام 1999 مع ناجي جبر. ولدوريد لحام مسلسلات قدم فيها شخصيات غير شخصية غوار،
مثل مسلسل الدغري عام 1991 مع جيانا عيد، جمال سليمان ومرح جبر، أحلام أبو الهنا عام 1994 مع فارس الحلو، وأراد دوريد لحام من خلال شخصية أبو الهنا الإطلال بصورة جديدة وشخصية جديدة، فقارن الجمهور والنقاد مع شخصية غوار وأتت النتيجة لصالح هالأخير. ومن مسلسلاته أيضا عائلتي وأنا عام 2001 مع سلمى المصري، كما قدم عدد من البرامج الحوارية مثل على مسؤوليتي عام 2002 وعالم دوريد ودوريد هذا المساء. أسود ولا متلو كحل الليل، لما نجبينا بيحرق بيضوي نجم سهيل، شعرها هالأسود أسود ولا متلو كحل الليل، لما نجبينا بيحرق بيضوي نجم سهيل. يا لا لا يا لا 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 أه يا عيني يا ليل، يا لا لا يا لا 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 موالي ما هطويل. بعد الحيلة وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا، من يوم ما عرفت ناطر يلي متلا ما في ما. بعد الحيلة وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا، وما مر ببالي خاطر أنسى ما في متلا ما. وعليها لون خدود أحلى من الورد بمرتي، سمرة وعيونها سود معقودات الحاجبة، وعليها لون خدود أحلى من الورد بمرتي، شعرها الأسود أسود ولا متلو كحل الليل، لما عنجبينا بيحرق بيضوي نجم سهيل، شعرها الأسود أسود ولا متلو كحل الليل، لما عنجبينا بيحرق بيضوي نجم سهيل. يا لا لا يا لا 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 أه يا عيني يا ليل، يا لا لا يا لا 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 موالي ما هطويل. بعد الحيلة وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا، من يوم ما عرفت ناطر يلي متلا ما في ما. بعد الحيلة وفاكر ولا ناسينا ولا ناسينا، ما مر ببالي خاطر أنسى ما في متلا ما. في السينما قدم دوريد لحام مجموعة من الأفلام بين سوريا، لبنان ومصر،
أبرزها غوار لاعب الكرة مع نهاد قلعي وطروب، عقد اللولو مع صباح نهاد قلعي وفهد بلان، اللص الظريف مع نهاد قلعي نيلي ومنى واصف، الصعليك مع نهاد قلعي ومريم فخر الدين، الصديقان مع نهاد قلعي نجلاء فتحي سمير غانم ونجوى فؤاد، الشريدان مع نهاد قلعي، المليونيرة مع صباح ونهاد قلعي، غرام في اسطنبول مع نهاد قلعي ورفيق سبيعي، مقلب من المكسيك مع نهاد قلعي وهالة شوكت، لقاء في تدمر مع نهاد قلعي، الرجل المناسب مع نادية لطفي كمال الشناوي ونهاد قلعي، فندق الأحلام مع صباح ونهاد قلعي، واحد زائد واحد مع نهاد قلعي وسهير المرشدي، النصابين الثلاثة مع فريد شوقي نهاد قلعي ونبيل عبيد، مسك وعنبر مع أحمد رمزي ناهد شريف نهاد قلعي ونبيل عبيد، المزيفون مع نهاد قلعي وصباح الجزائري، الثعلب مع نهاد قلعي ونوال أبو الفتوح، زوجتي من الهيبيز مع نهاد قلعي وهويدا، أنا عنتر مع نهاد قلعي، امرأة تسكن وحيدة مع نهاد قلعي، صح النوم مع نهاد قلعي وعبد اللطيف فتحي، غوار جيمس بوند مع نهاد قلعي ناجي جبر وصباح الجزائري، عندما تغيب الزوجات مع نهاد قلعي وليس سركيسيان، سمك بلا حسك مع وليد توفيق وصباح الجزائري، أمبراطورية غوار مع ناجي جبر وهاني الروماني، الحدود مع رغدة وهاني الروماني، التقرير مع رغدة ومنى واصف، كفرون مع مدلين طبر، والأباء الصغار مع حنان ترك. أما على خشبة المسرح فقدم عقد اللولو مع نهاد قلعي عام 1966، مسرح الشوك مع نهاد قلعي ورفيق سبيعي عام 1968، قضية وحرامية مع نهاد قلعي وفيلمو وهبي عام 1972، ضيعة تشرين مع نهاد قلعي ياسر العظمي وصباح الجزائري عام 1974، غربة عام 1976 مع نهاد قلعي ياسر العظمي سامية وصباح الجزائري، كاسك يا وطن مع صباح الجزائري عام 1978، شقائق النعمان مع يوسف حنا وسلمى المصري عام 1987، صانع المطر عام 1992 مع برنادات حديب، والعصفورة السعيدة أيضا مع الممثلة اللبنانية برنادات حديب، ولم يهمل لحام الإذاعة فقدم فيها عدد من المسلسلات. فطوم فطوم خبيني بتلموني لما بكرة بيجي البرد مالك غير كانوني، فطوم 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 خبيني بتلموني لما بكرة بيجي البرد مالك غير كانوني. شو حبيتي بنص نصيص هالبرازان راسه من دك البستان مو عرفان، شو حبيتي بنص نصيص هالبرازان راسه من دك البستان مو عرفان، افتحي قلبي وخدي منه شي نارة مهما بدلتي ما في مثلي بالحارة، افتحي قلبي وخدي منه شي نارة مهما بدلتي ما في مثلي بالحارة. فطومي كيف حبيتا أهل الحارة سألوني بعيونكم لا تشوفوها لا تشوفوها بعيوني، فطوم فطوم فطومي أبيني بيجي الموني لما بكرة بيجي البنك مالك بيلي كانوني. شيل في رجال بيتجوز مو مجنون، خديني قبل ما أعقل يا فطوم، في رجال بيتجوز مو مجنون، خديني قبل ما أعقل يا فطوم، لا تقضي عمرك بالخطاب محتارة، برمشة عين بيمضى العمر يا خسارة، غمضي عين وفتحي عين بتصيري على عكازي، طقم سنان وحرب ببيت بإيدي دون جوازي، فطوم فطوم فطومي اتكسي سبعة شروب يا عشانين تسعي رومي، فطوم فطوم فطومي
خبيني بيت الموني. إيش لي بديش فاطوم يا مو فاطوم ثاني سبيرا فاطوم يضرب الحبس وبزل فاطوم يا فاطوم مالي غيرك لا تنسيني يا فاطوم فاطوم مالي غيرك لا تنسيني يا فاطوم مالي غيرك لا تنسيني يا فاطوم فاطوم فنياً تأثر الفنان دوريد لحام بالأخوين رحباني وفيروز وأعمالهم المسرحية. السياسة كانت ملهمة له أيضاً بأحداثها وتفاصيلها، وظهر ذلك من خلال بعض الإسقاطات اللي قدمها بأعماله لا سيما المسرحية منها. عام 1997 وتقديراً من اليونيسف لأعماله اللي أنتجها للأطفال، عين ممثل لها المنظمة الأممية في سوريا، فقدم عدد من الفقرات والبرامج التوعوية الخاصة بالأطفال. وفي العام 1999 أصبح سفير اليونيسف للطفولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه في العام 2004 قدم استقالته من هالمنصب، وذلك على خلفية زيارة قام بها إلى لبنان. وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية انتقد كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون وشبههم بهتلر، فاعترض تل أبيب لدى اليونيسف. ولما سئل من قبل المنظمة الدولية إذا ما كان هالتصريح صحيح، رد برسالة جوابية إيجابا، فردوا عليه برسالة شاكرين له تعاون معهم منذ العام 1997، الأمر اللي اعتبره لحام إقالة غير معلنة، فأعلن تخليه عن هالمنصب. يحمل الفنان دوريد لحام العديد من الأوسمة والشهادات التقديرية والتكريمية، منها وسام الكوكب الأردني عام 1956، وسام الاستحقاق السوري عام 1976، الوشاح الأخضر الليبي عام 1991، وسام الأرز الوطني اللبناني من رتبة فارس عام 1999، شهادة تقدير من حاكم مدينة لوس أنجلوس الأمريكي، شهادة تقدير من اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، شهادة تقدير من جمعية الصحفيين العرب الأمريكيين، درع الإعلام المصري، وشهادات تقدير من بلديات ديترويت، سان لوران وسيدني. رفضك قتلي نسيك الحليب اللي بضعته سيدي، رفيقك حاول معي ما في فايدة، أنا عنيد ما عم أرضى اعترف بالشي اللي مالي عامله. شوف نعم، الأمور بالنسبة لنا واضحة الحمد لله. بنتك ماتت معك هاتزعل؟ لا سيدي، بنتي قتلت. قتلت ماتت، ألاف أطفال عم يموت بتشالي وغيرها مكتوبة بجريدة. يا شو بنتك جندات لا تعمل منها قضية؟ والله بجوز كانت تطلع وزيرة ثقافة، شو بيعرفك شوية شو اسمها، هي تتشر أحسن منها تتشر ما عدا أحسن منها، ولا شو اسمها كمان أحسن منها، شو اسمها أنديرة غاندي تبع بلاد سوكو سوكو. داير من محل لمحل عم بتسب طواشت الدنيا، برقيات لبلد هاي ولجنة حقوق الإنسان وللمنظمات والصحافة ولجنة التقصي من هاي الأمم، شوفوا لها هاي الشغلة أكبر منها. بدك تقولي من اللي دافعك لتعملنا هالجرصاي؟ سيدي هلا أنت معاشك عم يكفيك طبعاً؟ دي كيلو الطماطم بكامل يومين دوم لا تجبه ولا الله، ازاي الكلام ده يا رانكي؟ عطيه شكرا من يد مانع دماء، حط لي الدواية على الترابيزة قدامي، مرسي مسيو جيسكا. احكي لنشوف، هلا بدي اكتب مذكراتي، روحوا اعملوا لي فنجان قهوة حطوا على الكهرباء. حطينا سيدي وما استفدنا شيء. سيدي حطني على كهرباء 110 فولت، شو بدها تكفيني ال 110 فولت بهالغلاءة؟ وعلى قديش بدك؟ أنا أقل من 220 فولت ما بحس، عندكم ترانس؟ حطوا على 220. إيه هذا كلام. أصبح وألقي القبض علي بتاريخ 220 ذو القعدة وقعدوني بالقابوش. سلم إيديك سيدي 220 وما بتأثر كمان. ها سيدي ماله حاطط الفيش بالبريز؟ طيب يا حبيبي يا حبيبي. إيه والله طوشني، مذكرات وتحقيق، ايش نحن بالسويد؟ وبعد ذلك يا غيث الله يا لك، اجت الكهرباء اجت
دليل هذا دليل شو مقطوع الكهرباء؟ لا سيدي مو مقطوع عشان في الشيء ضوى والله ارجع له ورا بلطة شو هالكهرباء سيدي شو هالكهرباء سيدي ما سمعت عن الكهرباء ابدا لك ما حاسس بلا سيدي والله حاسس ولك عم تضحك بدل ما تصرخ نعم سيدي عم بضحك شنو بلا معنى الكهرباء وصلت لقفاي قبل ما تصل لضيعتنا انت خير الله 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 يا دليل شو الكهرباء سيدي شو هي يفتكرنا الكهرباء كهرباء طلعت الكهرباء بتكهرب دخيل الله دخيل الله إلهي يطعم هالزلفة لكل محب إلهي الحمد لله اللي عشنا وبقنا سيدي الحمد لله روحوا إلهي إلهي بجاه الحلابة إلهي 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 نور عليكم مثل ما نورت شو الكهرباء شو الكهرباء عشنا شيل الفيل شيل الكهرباء قوموا لا قوموا زيل على الكرسي قوم ليش سيدي انتو عندكم شغل غيري لا وانت عندك شغل غيري لا وانا ما عندي شغل غيركم حط الفيل شروح لك من ايدك سيدي له خلي حط الفيل شي ربع ساعة زمان انا بدفع الفاتورة لك من ايدك سيدي الله يوفقك والله ما صدقنا انت وصلتوا لنا الكورة عطيه سيدي الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك سيدي عطيه الله يخليك بركي هيك بتضهوني شي عشر دقايق زمان بقوم برجع على الضيعة رافع راسي بقفاي سيدي الله يخليك الله يخليك عطيه عطيه الله يرفع مقامك سيدي عطيه ما عاجبك برزان خد نصيحة عمك يلي شايل همك خد نصيحة عمك يلي شايل همك جعلك بكان وبيع فيها اخبار غور يا غوار في يوم إليك دار يعيش الفنان دوريد لحام اليوم في دمشق يقدم بين الحين والآخر بعض الأعمال الفنية التي يجدها مناسبة وفي الجانب الآخر يعيش بين أفراد أسرته أولاده طاهر وعبير من زوجته الأولى مي الحسيني ودينا من زوجته الحالية هالة البطار إضافة لأحفاده بورتري الفنان السوري دوريد لحام قدمناه من صوت لبنان بختام هالحلقة تبقى لكم أطيب التحيات من شادي معلوف والمخرج جورج الحلو